نفسي عند الحي. ربنا يخليك. انت اليوم ضيفنا ومريضنا وفوق راسنا، حبينا نسالوك معناتها كيفاش تعديت لك التجربه هذيا، انت فرحان ان شاء الله ما نكونوش قصرنا في حتى شيء. انا كل حاجه اللي عاوز اقولها اني ثقتي في الدكتور وبعد الشغل بتاعه كان ثقه 100% وارتحت، وكان شغله كله كويس وكان حلو. طريقه المعامله الاستقبال كانت حلوه وبشكركم عليها، وانا بنصح اصحابي وبنصح كل العيله اللي هم بينتظروني اني حكون وسيط واكثر من وسيط معاكم، واقرب المسافه ليهم واشرح كتير، لان في ناس خايفين فالحركه بتاع الخوف حتتشال والثقه حتتزاد، لان انا كتبت التجربه دي وعاوز ابين لاصحابي والعيله والناس اللي بيشوفونا دلوقتي ان احسن حاجه شفتها هو العمل ده في تركيا. الحمد لله، واحنا فرحانين انه انت راضي علينا. الحمد لله. وكسبنا معرفتك. الحمد لله، انا فرحان كثير كثير، لان انا في الاول كنت متردد، لكن دلوقتي انا حسيت بالامان. الحمد لله. وبشكر الدكتور اكثر من مره، وبشكر اللي استقبلوني مثل الاخت شيماء اللي هي مكلفه بالاداره والتسيير 100%، فانا على ضمانتي مع عائلتي واصحابي. وبتكلف بجميع المسؤوليات وبتحمل جميع المسؤوليات معاكم. شكرا. ومع الدكتور ومع الاخت شيماء. احنا زاد نشكروك وان شاء الله ما نكونوش قصرنا في حتى شيء، والمهم بالنسبه لنا احنا انه انت راضي وفرحان. الحمد لله، انا مرتاح وعلى 100% صراحه. صراحه 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 من القلب. شكرا. ناس حلوين وناس طيبين وشغلهم. شكرا لك. 100%. ربنا يخليك اخت. شكرا.